حضرات السيدات والسادات. لاني جيت سعيد الحضور معكم اليوم في مقر عملات اقليم الوصل بخصوص مراسم توقيع اتفاقيه شراكه وتعاون من اجل انجاز اشغال سيدات طريق سادات الرابط بين المدينه الخضراء والمسكوره ومطار محمد الخامس لاقليم الوصل. وتاتي هذه الاتفاقيه في اطار مساهمه الشركاء في تعزيز البنيه التحتيه للنقل في جهه الدار بين سادات وتخفيف الضغط على المدخل الجنوبي لمدينه الدار البيضاء، وكذا دعم ربط مطار محمد الخامس الدولي والمناطق الصناعيه المحيطه به في الشبكه الطرقيه. هذا المشروع كما تتبعتم سيتم انجازه في 12 شهر وبغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم، تساهم فيه كل من وزاره التجهيز والمهن ب 60 مليون درهم، وزارة الداخلية الممتلة بالكلية العامة لجماعة الثروية 40 مليون درهم، ومن جهة الدار البيضاء سطات ب 40 مليون درهم، والمكتب الوطني للمطارات ب 40 مليون درهم. وقد تتبعنا كذلك تقدم مشروع تسليك طريق سيار الدار البيضاء برشيد وطريق سيار المداري للدار البيضاء، والذي بلغت أشغاله المرحلة الأخيرة، وذلك خلال انطلاق فعلي للأشغال في المقطعين الأخيرين من هذا الرشد الكبير الذي يتم انجازه دون انقطاع حركة السير على مقاطع بين أكثر المقاطع السيادية الحجمية كما تتبعتم في المملكة، نوصلوا إلى أكثر من 80,000 سيارة وتصل إلى 120,000 سيارة. وكما كذلك أطلعنا على الإجراءات السباقية التي تم اتخاذها من طرف الشركة الوطنية لطريق السيارة في المغرب من أجل تخفيف من 60 أشغال على حركة السير خلال إنجاز هذا المشروع. وكما تتبعتم فأكدنا على ضرورة تسريع هذه الوجهة والعمل كذلك على أن يكون تجزئة هذه الأوراق الكبرى حتى يتم تطبيق الأفضلية الوطنية والعمل على القيام وإدراج العديد من المحاولات صورة مستقبلية للمنطقة باش تستفد من هذه الإمكانية لإنجاز هذه الطرق. وأكثر من ذلك وهو المساهمة في خلق العديد من فرص الشغل خدمة لساكنات هذه المنطقة. وفيما يخص الضغط على السير الطرقي في محور المنطقة الساحلية لمدينة الدار البيضاء وطريق السيارة في اتجاهات الرباط مراكش الجميلة، فسنوكل الى لجنه مختصه اعداد مقترح عملي استعجالي للتخفيف من هذا الضغط، وستكون لنا فرصه ان شاء الله لتقديم لكم ما هي اهم النتائج التي وصلنا اليها حتى ندرجها في اطار المخطط الطرقي للوزاره الى في افق هذه الولايه. فمره اخرى اشكر الحضور الكريم واشكر السيد عامر صاحب الجلالة سيد رئيس الجهة وكل المتدخلين في هذا الإنجاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.